لقطه كل جمهور الكوره في مصر اللي كان متابع المباراه واللي ما كانش متابعها فجات له اللقطه على في السوشيال ميديا، كانت لقطه لافته للنظر انجاز التعبير. هشام الدسوقي الحكم المساعد الاول، لقطه عاديه المفروض يعني كوره فيها تسلل، الراجل رفع الرايه. الطبيعي دايما بالنسبه لنا في اللقطات اللي شبه كده خلاص قرار واتاخد، قرار واتاخد، لكنه مخرج المباراه اهو خلاص ادي لقطه واتاخدت تمام، لكنه مخرج المباراه بالطاقم اللي كان معاه كان من الابداع منه انه ورينا لقطه انسانيه جماليه محترمه جدا ما شفناهاش. بص الراجل بياخد نفسه ازاي، بص النهجان، لحظات التوتر اللي هو موجود فيها، بص نظرته، بيرفع راسه للسماء وبيدعي ربنا يا رب يا رب يبقى القرار صح، يا رب هاتها من عندك جماير، يا رب الفار ينصرني. شوف الشطاره بقى يكمل معاه المخرج لحد ما يوصل للراجل يبوس ايده ووشه وظهر، الحمد لله يا رب نصفتني وكرمتني، ويقوم رايح لحكم الساحه كابتن محمد يوسف. خليني اقول لكم تفاصيل لاول مره تسمعوها في القصه ديت، في الحدوته اللي مدتها ثواني اخذت من انطباعات كتير او اخذت قلوب الناس النهارده، خطفت قلوب الناس الحقيقه. ليه خطفت قلوب الناس؟ لانها كانت عفويه جدا، لقطه عفويه جدا، ما كانش فيها اي تمثيل، هو مش عارف ان هو بيتصور، مش عارف انه في حد مركز معاه، فبيجيب اللقطه كامله. فلما ندور وندعبس ونشتغل نلاقي ده نصر من عند الله، وتلاقي الراجل ده هشام الدسوقي وراه موضوع. هشام الدسوقي كان بيحكم مباراه في الاسبوع ال 22، في الاسبوع ال 22، وبالخطا كانت مباراه للاتحاد السكندري، وبالخطا ولسوء تمركز ما لحقش يجري ورا رزاق سيسيه، فكان عنده قرار غلط. ادي اللقطه، وخليكم معايا في الحكايه اللي بحكيها لكم. بصوا بقى دي اللقطة اللي كانت في الأسبوع ال 22، فالكرة جول، فالحكم أهو هشام الدسوقي ده، ترجع للتاريخ بتاع المباراة دي، الله ما فيهاش أوفسايد، كرة جول، وهو لغى جول، لغى جول حقيقي. فكانت بالنسبة للمباراة دي أزمة، بل وأزمة كبيرة، لأنه التسلل متغطي بكتير قوي قوي قوي. فشوف بقى يحصل اللي هقوله لك ده، يتوقف هشام الدسوقي 7 ماتشات، تقرر لجنة الحكام، وده قرار حضراتكم ما تعرفوش، تقرر اللجنة ان هي توقف هشام الدسوقي 7 ماتشات عقابا على اللقطة دي، ويبتدي الناس في السوشيال ميديا والحكام السابقين يتريقوا ويسخروا من الحكم، ويقول لك ايه ده حكم ابيض يا ورد، نفسيته تسوء، ويزعل جدا جدا. هشام الدسوقي هو حامل لكتاب الله، حافظ القرآن الكريم بالكامل، ويؤم الناس في بلده في المحل، فيقعد الفترة دي يدعي ربنا. أنا هو يقول لك أنا عارف إن أنا مش موافق، أنا عارف إن أنا كنت غلط، أنا عارف إن أنا كان عندي سوء تمركز في اللقطة بتاعت سيسي، فما يتواكلش ويقول خلاص أنا يعني أنا ما كنتش أقصد وخلاص. لا لا لا، يشتغل على نفسه أكتر، هو طوله 190 سنتي، فينزل في الفترة ديت
5 كيلو من وزنه. اشتغل على نفسه قوي 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 علشان يبقى سريع، علشان الغلطة اللي اتعملت دي ما يكررهاش تاني. وهو بيشتغل يدعي ان ربنا يديله الفرصة تاني، ويدعي ان التوفيق يكون حليفه. فتجيله امتى بقى؟ مع اول مباراة بيشتغل فيها. شوف الحكمة وشوف القصة، قصة كبيرة جدا جدا ورا لقطة فيها ثواني. فاشتغل على نفسه كتير جدا جدا جدا، فتجيله اللقطة دي في الماتش ده بنفس الكورة بنفس صعوبتها، فياخد القرار. هو اشتغل على نفسه كويس، هو ما يأسش، هو تعامل مع الضغوط والنقد اللي كان موجود عليه بشكل إيجابي. هو ما تعاملش مع الموضوع على فكرة ان انا هدعي ربنا وخلاص، انا راجل المفروض ان انا راجل صالح بأم الناس، والمفروض ان انا راجل حافظ لكتاب الله، فانا المفروض انه خلاص مش هعمل حاجة تاني. لا 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 لا، حكمة، بشتغل على نفسي عشان خاطر اعمل حاجة صح. فيشتغل على نفسه صح، فيكون اللقطة اللي قدامكم دي يحسبها بالسنتي، ويجري ورا الكورة، ويبقى تمركزه سليم بنسبة 100%، فياخد القرار الصح وينتظر. والحالة اللي انت شفتوها ديت هي دي اللقطة بقى، الكام ثانية تلخص الحدوتة اللي احنا بقالنا فترة بنحكيها، حدوتة بني آدم بقاله أيام وماتشات شغال على نفسه. شفت الجمال؟ شفت كرة القدم وحلاوتها؟ شفت الحكايات بتاعت الكرة حلوة ازاي؟ شفت الدروس بتاعت الكرة حلوة ازاي وجميلة وممتعة؟ ودايما الرياضة توري لك حاجات انت عمرك ما شفتها. والأهم لما يبقى عندك مخرج شاطر. هو أنا النهاردة ومصر كلها كانت هتشوف الحلاوة ديت، ونجري احنا نشتغل على القصة، ونجيب الراجل ده ونحطه قدام الناس نموذج إيجابي لواحد اشتغل على نفسه، عمل قرار غلط وكان قراره فعلا غلط في ماتش في الجولة الـ 22، فاشتغل على نفسه بكل الطرق بدنيا ونفسيا وفنيا، وبقى موجود النهاردة في الماتش ده. فلما بياخد القرار ده هو بيقول انا يا رب انا اشتغلت على نفسي، انصفني، فيرفع ايده. لو مفيش بقى مخرج شاطر، لو مفيش مخرج مبدع، لو مفيش مخرج ومعاه ناس شغاله ودماغهم شغاله يجيب لك اللقطه اللي انت ما تشوفهاش، مين كان هيعرف القصه الحلوه دي؟ مين كان هيعرف القصه الممتعه ديت؟ المخرج بتاع اللقاء ده هو واحد من المخرجين الكبار جدا في كره القدم المصريه، علامه يعني انجاز التعبير، الصديق العزيز محمد نصر، وهو معايا على التليفون. يا نجم مساء الفل واهلا وسهلا بيك. حبيبي بعد الكلام ده هقول ايه؟ مش عارف اتكلم، يعني كفايه الكلام اللي انت خالص قلت. خالص شهاده على صدري والله. لا ده حقك الطبيعي، انت اديت لنا لقطه حلوه، وهو ده اللي احنا انا دايما ببقى حريص انا وفريق الاعداد لما يبقى عندنا لقطه حلوه نكبرها قوي ونبروزها عشان ندي للناس انطباع اشتغلوا يا اخوانا، اشتغلوا وانتجوا وطلعوا لنا حاجه حلوه. فانت اشتغلت فلازم نسقف لك لقطه حلوه جدا جدا، بنشكرك عليها.